عاش الإمام الصادق عليه السلام مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام، والتي تزامنت مع سقوط الدولة الأموية الظالمة وقيام دولة بني العباس، وكانت الفترة التي حكم فيها أبو العباس السفاح أول ملك بني العباس فترة تصفية الحسابات مع بني أمية، فانشغل بذلك عن ملاحقة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، فسنحت الفرصة للإمام الصادق عليه السلام في نشر العلوم التي منعها الأمويون وكتب عليها الظالمون، وقصد آلاف الطلبة المدينة المنورة ليحضروا دروس الإمام الصادق عليه السلام، فانتشر علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآفاق، فاستطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يصنع علماء ومثقفين لا يشق لهم غبار في مختلف العلوم، واستطاع خلال هذه الفترة المختصرة من الحرية أن ينشر من العلوم ما ملأ الخافقين إلى يومنا. أغرق دنيا علو من وبها الجهل هلك، علمك يا إن وفيز يا إن وطب وفلك، واسألوا كل عليم قل لنا من علمك، سيجيب العدل منهم جعفر من دون شك. ولما أكمل العباسيون تصفية حساباتهم مع الأمويين وقبضوا على كرسي الملك بقبضة من حديد، أفاقوا على حقيقة أذهلتهم وسلبت منهم الراحة، وهي أنهم وجدوا أنفسهم أمام حركة فكرية وإيمانية أكبر وأخطر بكثير من جيش الأمويين وعصاباتهم المتبقية هنا وهناك، واستشعروا أن الإمام الصادق عليه السلام وخلال هذه الفترة القصيرة التي ترك فيها من غير ضغط ولا رقابة قد اكتسح قلوب وعقول الجماهير، وهذا ما لم يمكن السكوت عنه من قبلهم، فعمدوا إلى أخذ عدد من التدابير التي كانوا يتصورون بأنها ستؤدي إلى وقف المد الجعفري وتحجيمه منها. أولاً، وضع الإمام عليه السلام تحت الإقامة الجبرية. ثانياً، تقريبهم لفقهاء الخط المناوئ لخط أهل البيت عليهم السلام. بعد أن حجر الطغاة على جميع تحركات الإمام الصادق عليه السلام، فكان لابد لهم من صرف الناس عن الإمام الصادق عليه السلام من خلال طرح البديل الذي يرى رأي السلطة ويدعم وجودها وتصرفاتها مع توفير الدعم الكامل والحماية له، وحرية نشر كل ما يمكن أن يعارض أفكار الإمام الصادق عليه السلام التوعوية. وبهذه الطريقة أحدث بنو العباس مذاهبا مغايرة ومناقضة لمذهب الإمام الصادق عليه السلام، وحملوا الناس على اتباعها حتى صارت بمرور الأيام أمرا مسلما به لا يقبل النقاش ولا الجدال. وقد تشابهت الدول الجائرة في أساليبها رغم الفاصل الزمني بينها، لأن منبعها واحد وأساسها واحد، ففي كل عصر يلفق حكام الجور تهما لمن لا يرغبون بوجوده بين الأحياء، فلهذا ابتدعت الحكومة العباسية تهمة الزندقة للتخلص من معارضيها، وبالخصوص أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، فصارت تهمة الزندقة تسير جنبا إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. جعفر ذو الفضل فوق العالمين علم